مرحبا بك في CNBC عربية. ضعنا في الأسباب الموجبة لهذه التعديلات اليوم، كذلك كيف ستخدم هذه التعديلات الشركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التعديلات إن شاء الله كلها تعديلات إيجابية تصب في مصلحة الشركة وفي مصلحة السهم، فإن شاء الله نتأمل أن يكون لها مردود إيجابي. طبعا جميع البنود التي تم عرضها اليوم تم عرضها بعد دراسة وافية من قبل مجلس إدارة الشركة ومن إدارة الشركة، والحمد لله رب العالمين. احنا نتأمل إن شاء الله لما تفعل البنود هذه نشوف مردودها على السهم إن شاء الله. بالعودة كذلك لنشاط الشركة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم، الشركة حققت نمو في الأرباح بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام 2015 مقارنة بالعام الماضي، ما تعليقك على هذه الأرباح وما الأسباب التي أدت إلى هذا النمو؟ طبعا هذا يبين مدى قوة شركة نقلات، الحمد لله رب العالمين. طبعا زيادة الأرباح في بسبب الشراكات اللي عملناها في السنة اللي طافت وزيادة عدد السفن اللي دخلت في ملكية الشركة، طبعا هذا كله كان له مردود إيجابي في ارتفاع الأرباح، بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة اللي تديرها الشركة. فالحمد لله رب العالمين. احنا نتأمل إن شاء الله أن يكون الأداء من أفضل إلى أفضل إن شاء الله. على ذكر زيادة عدد السفن، ماذا عن خطتكم لتوسيع الأسطول؟ كذلك ماذا بخصوص الاتفاقيات مع شركات النقل في اليونان؟ طبعا احنا دائما نطمح ان الشركه تتوسع وننظر الى فرص استثماريه تزيد العائد على السهم. طبعا احنا نملك عدد سفن مع شركه مرن غاز اليونانيه، كان في هناك فرصه استثماريه بالنسبه للشركه بزياده عدد سفينتين ليصبح عدد الاسطول الى 13 سفينه. فطبعا الحمد لله كانت هذه فرصه ايجابيه للشركه، وان شاء الله نتامل انها راح تحقق عائد ثابت على سنوات طويلة إن شاء الله للشركة. سؤال أخير، ماذا عن الإضافة التي قدمها الحوض الجاف للشركة؟ طبعا الحوض الجاف يعني الحمد لله في نمو وفي تطور، نسبة أداء الحوض الجاف قاعد في 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 ازدياد، نسبة حصوله على الأعمال في أو احتوائه على أعمال المنجزة في منطقة الخليج في زيادة. فالحمد لله رب العالمين أدائهم في تطور. طبعا هناك تحديات تواجه الكل بسبب انخفاض أسعار البترول والتحديات الاقتصادية، لكن الحمد لله رب العالمين ما زال الأداء قوي وثابت. شكرا.